بيخرج يوميا من بيته شايل ابنه على ظهره لمسافات طويلة. حكاية عم عبد التواب الأب المخلص ليها العجب. أصيب ابنه بمرض ضمور في الجانب الأيمن بعد تعرضه لسخونية شديدة كادت أن تفقده حياته. أنا عبد التواب محمد عبد اللطيف، قرية مترهينة، مركز البدرشين، جيزة. محمد كان جاله زي دور سخونية وتابعنا معاه، فعملت عنده ضمور في الجنب الشمال إيد ورجل، ومن بعدها بقى أنا بتابع العلاج معاه كعلاج طبيعي أو علاج دوائي. يعني هو كان عنده في الوقت ده 9 شهور. لم يمل ولم يتأنى يوما عن خدمة ابنه الذي وهبه حياته. وخرج حاملا محمد لمدة 18 سنة لعلاجه، لف ودار في كل المستشفيات. ولما سألناه مليت قال لأ، ده ابن عمري وعمري ما تخلى عنه إلا وأنا ميت، وهفضل شايله على ظهري لحد ما أموت. ده رزق من عند ربنا بعتهولي عشان أدخل الجنة بيه أنا وأمه. عم عبد التواب اللي هز مشاعر المصريين بصورة ليه وهو شايل ابنه على ظهره في المترو، قال انه ما بيتكسفش من شيل ابنه ابدا، بالعكس هو فخور بيه جدا ونفسه يتعالج. وقال كمان ان في مصريين جدعان بيعرضوا عليه المساعدة وهو ماشي في الشارع لكنه بيخجل جدا وبيرفض. الوقت انا طبعا بعالجه جلسات علاج طبيعي، كلية العلاج الطبيعي اللي هي في البحوث، ومتابع طبعا في مستشفى الدمرداش، حاجزين هناك مخ واعصاب، ومتابع كنت متابع في عياده الحركات في القصر العيني، الحركه اللا اراديه في القصر العيني، وكان طبعا طلبوا مني حقني في الفتره اللي فاتت وعملت له حق مستشفى سيد جلال، حقنت له بوتكس في الجنب الشمال عنده ايد ورجل برضه، وساعتها بقى قال له كثف علاج طبيعي، فجاء بقى موضوع كورونا وقف الدنيا، فطبعا الحاله كانت بتتقدم لما جت الدنيا وقفت، فبدات ايه الحاله يعني ايه تتاثر بعدم الجلسات. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم وتحسبهم من التعفف اغنياء. العبره في النهايه ان في ناس كتير اتخلت عن ولادها ووصل بيهم الامر انهم رموهم في الشارع، لكن عم عبد التواب مثال للأب المخلص والمصري الأصيل اللي قال إن محنة ابنه دي نعمة من عند ربنا وهيدخل بيه الجنة.